أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أوصافهم الكريمة وعن منزلتهم، وقلنا أنهم خير القرون، وأنهم يعني من أراد أن يستنى فليستنى بهم، من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد. وأوصفهم لا تنتهي، الله سبحانه وتعالى اختارهم واختصهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتحمل أمانة الدين. وعلوم الصحابة الكرام يعني كانت غير سائر الأمة، فكما قلنا أنهم كانوا أعمقها علما، أبرها قلوبا وأعمقها علما. وقلنا أن في زماننا هذا اتساع العلم، وإذا قلنا بتعبير آخر العلم الموسوعي، يعني ممكن ترى في زماننا هذا موسوعات من العلم، ولكن هذا اسمه العلم الأفقي، علم مسطح. والفرق بين العلم العمق في العلم والأفقية والسطحية في العلم، إذا ضربنا مثلا وقلنا لو أن هناك في هذا المكان مياه جوفية على بعد 20 متر، وقلنا إذا حفرت، إذا جاء إنسان وحفر 20 متر فيصل إلى المياه الجوفية، فجاء إنسان وحفر 20 متر ولكن كل متر في مكان، يعني هنا متر وهنا متر وهنا متر، فهل يصل إلى النتيجة؟ لا يصل إلى المياه الجوفية طبعا، ولكن المقصود 20 متر بالعمق. فهذا يعني الذي كان عند الصحابة عمق في العلم، لم يكن عندهم هذا العلم الموسوعي الذي في زماننا مثلا، ولكن كان عندهم عمق في العلم. وتكلمنا عن أوصافهم في الكتب المتقدمة، وأوصافهم بصفة عامة وبصفة خاصة عن بعضهم، وتكلمنا عن حب الدعوة والشغف بها. واليوم إن شاء الله نستكمل في هذه الحلقة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: أمره صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في غزوة خيبر بالدعوة إلى الإسلام. أخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. ومعنى يدوكون ليلتهم يعني يخوضون ويموجون تلك الليلة، مين اللي ياخد الراية بكرة؟ الراية طبعا اللي هي العلم اللي بيحمل في أثناء الحرب، رمز للإيه؟ للجيش أو للكتيب. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه، يعني كان عنده رمد، أرسل إليه يعني بعث له مرسال أنه يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى، يعني سيدنا علي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ، يعني شفي بإذن الله تعالى كأن لم يكن به ألم. وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه، هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم. طبعا لما مسيلمة الكذاب دعا النبوة وقالوا له ده النبي بصق في عين علي وبصق في عين قتادة فبرئت وشفيت بإذن الله، فجاءوا إليه بإنسان عنده عين مريضة وعين سليمة، فبصق في عينيه فعميت السليمة، هذا تكذيب لمسيلمة الكذاب. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني يكونوا مثلنا في الإسلام والدين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفذ أي امضي على رسلك،
أي على مهلك، يعني لا تتعجل على هنيتك أو هينتك، التؤدة يعني والرفق، حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بفنائهم بمكانهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم يعني كناية عن خير الدنيا كله، لأن العرب كانوا يعتبرون الأنعام التي لونها أحمر أنفس الأموال عند العرب، أفضل أنواع الإبل عند العرب اللي هي الإيه؟ التي لونها أحمر، فخير لك من حمر النعم، يعني أفضل لك من الدنيا كلها. نعم. صبره صلى الله عليه وسلم في دعوة الحكم ابن كيسان رضي الله عنه إلى الإسلام، كمان العنوان بيبين الصبر في الدعوة إلى الله، أحيانا يكون المدعو يعني سيء الخلق، أحيانا يكون له أسئلة كثيرة مستفز، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصبر في دعوة بعضهم. أخرج ابن سعد عن المقداد بن عمرو قال: أنا أسرت الحكم بن كيسان فأراد أميرنا ضرب عنقه، فقلت: دعه نقدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فأطال. فقال عمر، سيدنا عمر يعني اتغاظ من الأسلوب بتاعه: علام تكلم هذا يا رسول الله؟ يعني لماذا تتكلم معه؟ بتضيع وقتك معه؟ والله لا يسلم هذا آخر الأبد، ده شكله كده مش هيخش الإسلام أبدا، يعني ما فيش منه رجع. دعني أضرب عنقه ويقدم إلى أمه الهاوية. سيدنا عمر يعني على طول كان شديد في الحق، فأما يلاقي واحد كده معصلك يعني عايز يتخلص منه على طول. ويقدم إلى أمه الهاوية يعني إلى جهنم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر حتى أسلم الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى كلام عمر، وأطال الجلوس والكلام مع الحكم ابن كيسان حتى أسلم. فقال عمر: فما هو إلا أن رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخر. يعني الحزن والكآبة بسبب إيه؟ الكلام اللي هو كان بيقول. وقلت: كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني، ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله؟ أنا كانت نيتي خير، مش عايز أتعب النبي، مش عايز أضيع وقته مع واحد إيه يعني دماغه ناشفة. فقال عمر: فأسلم والله فحسن إسلامه، وجاهد في الله جاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا ببئر معونة. قتل شهيدا ببئر معونة، ده مكان في القرب من ديار نجد من جبل أبلى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. يبقى بسبب صبر النبي عليه الصلاة والسلام على دعوة الكفار والمشركين. وعنده أيضا عن الزهري قال: قال الحكم: وما الإسلام؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعبد الله وحده لا شريك له، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال: قد أسلمت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: لو أطعتكم فيه آنفا فقتلته دخل النار. يعني لو استعجلنا على هذا الرجل وقتلناه لشدة معارضته دخل النار. قصة إسلام وحشي بن حرب رضي الله عنه. وحشي بن حرب ده قاتل حمزة ومع ذلك أسلم، وكان يقول: قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، لأنه قتل حمزة وقتل مسيلمة الكذاب. أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشي بن حرب قاتل حمزة. شوف يعني قاتل حمزة عمه، وحمزة ده كان أسد الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إليه يدعوه إلى الإسلام. قاتل حمزة رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام.
فأرسل إليه: يا محمد، كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني حقيرا ذليلا، ويلقى أثاما يعني عقابا، أنت بتدعوني؟ وفي سورة الفرقان زي ما احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى بيتوعد أصحاب هذه الأفعال. وأنا صنعت ذلك، يعني أنا عملت كل الكلام ده، فهل تجد لي من رخصة؟ أنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال وحشي: يا محمد، هذا شرط شديد، ده شرط شديد، إلا من آمن وعمل عملا صالحا، يعني شغلانة، الأول تاب يتوب وبعدين إيمان وعمل صالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلعلي لا أقدر على هذا. يعني كمان بيتشرط كمان، ده أنت قتلت حمزة وقتلت وعملت وسويت، وكمان بيشترط الشرط شديد وصعب، فلعلي لا أقدر على هذا. فأنزل الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني خلاص أنا ربنا بيقول أنا هغفر كل شيء إلا الشرك، إن الإنسان يموت على التوحيد ما يموتش مشرك، كل شيء بعد ذلك ربنا يغفره. فقال وحشي: يا محمد، هذا أرى بعد مشيئة، يعني في مشيئة كده لسه مش عارف، لمن يشاء، فلا أدري هل يغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟ دايدة يعني كمان يعني مش عاجبه. فأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال وحشي: هذا نعم، هو ده الكلام اللي ينفع معايا. فأسلم. فقال النبي، فقال الناس: يا رسول الله، إنا أصبنا ما أصاب وحشي، ما احنا يعني عملنا الكلام ده. قال: هي للمسلمين عامة. وعند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، يعني تخبرنا أن للأعمال بتاعتنا إيه؟ توبة وكفارة. نعم. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى آخر الآيات. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى آخر الآية. وأخرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي كما في العيني، وأخرجه البيهقي بنحوه. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.